لقي أداء النجم السوري تيم حسن في مسلسل تشيلو الذي يعرض على MBC دراما لقي إعجابا كبيرا عكسته مواقع التواصل الاجتماعي. الإشادة جاءت في جوانب مختلفة، منهم من أعجبه تقمص تيم للشخصية وإتقانه لها، ومنهم من أشاد بمظهره الأنيق. دعونا نتابع على الشاشة التفاعلية بعض هذه الآراء في المسلسل. طيب خلينا نستعرض بعض التغريدات من تويتر. هذه تغريدة تتحدث عن نجوم تشيلو نادين نجيم، طبعا انها جوقة في امرأة، ويوسف الخال اداء لا يذوب واداء يضاهي الحياة، تيم حسن صف ممثلين في ممثل واحد. عندنا تغريدة اخرى من عفاف تحديدا بتنتقد هنا تيم حسن، بتقول انه تمثيله ذكرها بالبارد اللي في فيلم 50 شيدز اوف جراي، انه لازم يعني بيحسب أن الرجل الغني لازم يلبس سوت أو بدلة حتى في البيت. طيب على العموم هنا تغريدة أخرى مديح في تيم حسن، أنه تمثيله مقنع ورهيب وماسك الدور من كل أطرافه، وأنه تمكن من جعله ينسى الشخصيات اللي قدمها في السابق. وطبعا تيم عنده شخصيات أيضا كثيرة قدمها، منها طبعا مسلسل الملك فاروق على شاشة MBC أيضا. طبعا هنا زميلنا بتال القوس مدح في تيم وقال تيم حسن ممثل استثنائي رائع جدا، أحببته أول مرة في دور نزار واليوم في تشيلو أيضا. طيب هنا أيضا مديح في تيم، أنت وحش الدراما بدون منازع، وأنا متأكدة أن ياسمين مستحيل تصمد أمام هذه الجاذبية والوسامة والنظرات، وإذا صمدت يكون ما عندها إحساس. هذا هنا تحيز لتيم، وطبعا في صور أيضا من المسلسل. هنا لا يا ويام شكله ويام بتقول شكله أنا الوحيدة اللي بتشوف تيم حسن عادي ما حلو. طيب يعني لأنه في كثير اهتمام طبعا بشكل تيم حسن. على العموم هنا برضو في مديح في تيم حسن. إذن هذه كانت عندنا أيضا من أطرف الأشياء اللي شفناها. هذه الصورة انتشرت جدا حتى خصوصا على الواتساب. اللهم يعني ابتلينا بما ابتليت به نادين نجيم وحيرنا بين تيم حسن ويوسف الخال، يا قادر يا كريم. كم مرة بيصير بحياة الإنسان أنه حدا بيسحره بيفتن بياخده من حاله؟ ملايين المرات بين البشر رجال ونسوان بيصير هذا الشيء، بيمرق حدا بحياتهم بيتمنوه بس بيكون الظرف ما بيسمح، هذول بيخلوه واقف مطرحه ما عم يتحرك، بيتورطوا باللحظة بس بتمرق. ويا عالم انت بتيجي لحظة تانية، هاي اللحظة بقناعتي ما لازم الإنسان يروحها. أنا بعرف وين ارمي صنارتي.